من الأعمال التي يغفل عنها الكثيرون من الناس وهي يسيرة وأجرها عظيم عند الله جل وعلا، الإحسان إلى الجار. كل منا يعيش وعنده جار عن يمينه وجار عن يساره وربما جار أمامه. هؤلاء الجيران الذين يحيطون ببيتك، أتعلم أن من الإيمان بالله جل وعلا أن تحسن إلى هؤلاء الجيران؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. بل إن جبريل سيد الملائكة عليه السلام كان يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا بجاره، بل حتى لو كان الجار غير مسلم فإن له حق الجوار. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب. فالله جل وعلا أوصى بالجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء قال: لتحقرن جارة جارتها ولو ثلث نشاء. يعني أي شيء يسير حتى من الأشياء التي يعني ربما تستحي الواحدة أن تهديه لجارتها فلتفعل، لا تحقرن من المعروف شيئا. ولهذا قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت برقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار. وسئل عن امرأة تؤذي جيرانها: مصلية، ذاكرة لربها، عابدة، صائمة، يعني في أعمالها العبادات قد اكتملت، لكن عيبها الوحيد أنها تؤذي جيرانها بأي شيء بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. وأخبر النبي أن أربعا من السعادة من هذه الأربع الجار الصالح. والله ما في أحلى أن يخرج الإنسان من بيته فيرى جاره ويسلم عليه يتفقده. كان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عنده جار يهودي ليس بمسلم، وكان إذا اشترى أي شيء من فاكهة أو لحم بدأ بجاره فأعطاه. وكان العلماء ينهون عن إعطاء شيء من الأضحية لغير المسلم، إلا أن بعض أهل العلم كالحسن البصري وغيره رأوا أن الجار له حكم آخر يعطى ولو كان كافرا من الأضحية. وفي المسألة خلاف، وهذا أبو حنيفة النعمان الإمام العالم، ذلك الرجل الإمام في زمانه، كان عنده جار يعمل إسكافا ويأتي بالليل يشرب الخمر في بيته. الجار يشرب الخمر ويزعجه، وكان يظهر صوتا يؤذي أبا حنيفة، ولم يكن يتكلم عليه أبو حنيفة رضي الله عنه. في يوم من الأيام افتقد صوته، فلما صلى الفجر سأل عنه، قال: وقع في مشكلة فمسكته الشرطة. فذهب مسرعا أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، وذهب إلى دار الشرطة وشفع له وأخرجه حتى رجع إلى بيته. هكذا كان يفعل الصالحون مع جيرانهم. أحدهم له جار اسمه سعيد بن العاص، فأراد أن يبيع بيته، وكان سعيد من أحسن الناس جوارا، فقال للناس: من يشتري بيتي وجواري؟ قالوا: تبيع جوارك؟ قال: جواري أغلى من بيتي، هل لكم بجار إذا أسأت إليه أحسن إليك، وإذا جهلت حلم، وإذا عصرت أعطاك حاجتك؟ سمع بالخبر من سعيد بن العاص، قال: أنت قلت كذا وكذا؟ قال: وما حملك على بيع بيتك؟ قال: الحاجة يا سعيد. قال: وكم تريد بيتك؟ قال: 100,000. قال: خذ 100,000 واجلس في بيتك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذا أردت الأجر العظيم من الله جل وعلا تعاهد جيرانك، وافي جيرانك إن أصيبوا وافرح معهم إن فرحوا، سلم عليهم إن قابلتهم، تفقد أحوالهم، كن محسنا إليهم، فهذا من الإيمان بالله جل وعلا.